شفتي يا ندى جبتلك ايه؟ انا عارفه انها حاجات عبيطه، نفسي اجيبلك الدنيا كلها، بس انا مش هسيبهم كده، كل واحده فيهم هتبقى لون ونلعب بيهم سوا. دي حمر، دي صفرة، ودي مخططة. الورد الجديد يا سلمى، خش يا رحمة. رحمة هتبات معاك النهاردة تونسك، اعتبريها ضيفة لغاية بكرة. مبروك الإفراج يا سلمى. الله يبارك فيك. يا دكتورة عاملة ايه؟ كويس. كويسة ازاي وانت وشك مخطوف كده؟ ايه؟ سامية مضايقاكي؟ والله ابدا. لا سامية جميلة، انا بس اللي نومي مش مظبوط. معلش معلش هتتعودي. اه انا كلمتلك مدير السجن، وهو لما عرف انك دكتورة وافق تمسكي خدمة في الصيدلية. خدمة نظيفة ومريحة وبعيدة عن الوغش اللي حواليكي. بصي يعني خدمة الصيدلية دي كنز مزح، وتساعدي الدكتورة اللي ماسكاها. ما تخافيش، الدكتورة دي ما تتخيرش عن الدكتورة سهيلة اللي موصياني عليكي. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. لا أنا مش عاوزة شكراني يا دكتورة، ربنا يفك كربك. شفتي؟ كنت هنسى. جالي الجواب.